مساء الرياضة في المرمطة بتوقاتكم. الصحافة الأوروبية تعج بقائمة كبيرة من الأسماء قادمة للدوري السعودي، تسويق أم حقيقة؟ وهل يوقف اتحاد جدة سقوطه الحر بعبور الخليج اليوم مباراة واحدة تفصله عن رقم الفتح التاريخي؟ الممر الشرفي كيف بدأ؟ وهل هو ترف أم تقليد رياضي عريق وواجب؟ حسابات تفادي الهبوط تحاصر ثلاثة فرق اليوم في مواجهة هذه الجولة. السلام عليكم. ارتبطت أسماء كبيرة مع أو بالدوري السعودي في الأيام الأخيرة، تناقلتها وسائل الإعلام العالمية. صيف ساخن في الميركاتو الصيفي السعودي، وأسماء أخرى كبيرة مرشحة لتدعيم صفوف أندية دوري روشن للمحترفين السعودي. الصحف الأوروبية بدأت تربط لاعبين في أبرز دوريات القارة العجوز ككاسيميرو وصلاح ودي بروين وموراتا وآخرون مرشحون للانضمام إلى كوكبة النجوم الموجودة في الدوري بلا جوار رونالدو ونيمار ومحرز وبنزيما وكانتي وآخرين. وينضم إلينا من إيطاليا زميلنا الصحفي رودي غاليتي. رودي، أهلا بك. كيف تتابع هذه الأخبار التي تنقل لنا كل يوم 4-5 لاعبين إلى الدوري السعودي؟ هل يأتي هذا من باب التسويق وهي علاقات الصحفيين مع وكلاء الأعمال، أو أنها تأتي في سياق أخبار مبكرة حقيقية؟ كل ما ذكرته هو واقعي، وهنالك أسباب كبيرة وراء هذه الأنباء. أحيانا وكلاء اللاعبين هم الذين يشاركون هذه الأخبار، وفي حالات أخرى الأندية نفسها تبعث مثل هذه المعلومات، وفي أمثلة أخرى حتى الوسطاء. ولكن الحقيقة هي أن اللاعب ووكيل أعماله هم من يعرفوا ماذا سيحصل. نحن صحفيون، وبالتأكيد نكتب أو نقدم الأنباء التي نتوصل إليها، وأحيانا هي كما ذكرت مجرد تسويق، ولكن في أحيان كثيرة هي بلا شك قائمة على أسس حقيقية وموثوقة جدا. أقصد الأنباء التي نكتبها نحن وكل الصحفيين الآخرين في العالم. طيب رودي، أنت يعني ماذا تصدق من هذه الأخبار؟ تكلم عن صلاح، دي بروين، موراتا، تكلم عن كاسيميرو مثلا، أنت تشوف الأقرب ديبالا أيضا بكرة اسمه. بالنسبة لي أحد أشهر الأسماء في هذه القائمة المرشحة بقوة للذهاب إلى السعودية في الصيف هو كاسيميرو. وكيل أعماله اقترحه منذ شهر يناير، منذ فترة انتقالات الشتوية إلى العديد من الأندية الشتوية، النصر والهلال. وفي الماضي كان هنالك اهتمام، وحاليا انسحب المفاوضات مع كاسيميرو، ولكن الأهلي مهتمون جدا بخدماته، وكاسيميرو يرغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد، ومانشستر يونايتد هو الآخر يرغب بالتخلي عن خدماته في أسرع وقت، وهو من أكبر أهداف الأندية السعودية. فكافة العناصر تشير إلى أن كاسيميرو هو من أكبر الأسماء المرشحة للانتقال إلى الدور السعودي في الصيف. قيمته التسويقية حوالي 35 مليون يورو، ولكنه في حالة جيدة، وهنالك احتمال كبير جدا أن نراه في السعودية في الموسم المقبل. جميل جميل رودي، لكن يعني سياسة الاستقطاب في السعودية هذا الموسم هي مختلفة عن الموسم الماضي.
تعلم أن اللاعبين اللذين أضيفا للقائمة أصبحت 10 لاعبين غير سعوديين لابد أن يكونوا تحت 23 عاما. أيضا السياسة السعودية في الاستقطابات لن تستهدف نجوم شباك أو نجوم إعلاميين، يعني استقطاب نجوم إعلاميين، بل نجوم فنيين، يعني نجوم لديهم ما يزال لديهم قدرة على العطاء الفني وليست أسماء فقط كبيرة. نعم كما ذكرت هذا الموسم الوضع مختلف، ولكن كما نعرف منذ العام الماضي الدوري السعودي أصبح من بين أكثر الدوريات متابعة في العالم، والعديد من النجوم الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي كما ذكرت مثل رونالدو زادوا من رغبة الجماهير في متابعة هذا الدوري وأهميته، وعدد كبير من اللاعبين يرغبوا بالانضمام إلى الأندية السعودية كافة، واللاعبين النجوم وكذلك الشباب من الخارج، أقصد الأجانب، ممن يرغبون باللعب في الدوري السعودي. وفي حالات عديدة اللاعبون هم الذين يطلبون من وكلاء أعمالهم التواصل مع المفاوضين السعوديين أو مع بعض الأندية لتعرف إن كانت هنالك فرصة للعب في السعودية والانضمام إلى الأندية هناك. هذه فرصة كبيرة ليس فقط من ناحية المرتبات الجيدة التي يحصل عليها اللاعبون، ولكن هناك أسباب عديدة أخرى تجعل من هذه فرصة جيدة. وكما قال كريستيانو رونالدو مرارا، هذه فرصة جيدة للوقت الحاضر وكذلك للمستقبل، والدوري السعودي سيزيد من رغبة اللاعبين الانضمام إليه، فهي فرصة جيدة لكافة اللاعبين. خلينا نتحدث عن الدوري الإيطالي بحكم قربك من الدوري الإيطالي، من الأسماء في الدوري الإيطالي يعني ربما نشاهدها قريبا في السعودية؟ ألكساندرو على سبيل المثال هو من بين الأسماء على القائمة تروا بها اللاعبين أو الدوري السعودي، وهو يلعب مع يوفنتوس وينتهي عقده خلال أسابيع قليلة، والهلال هو من بين الأندية التي تتابع هذا اللاعب أو الظهير الأيسر البرازيلي بكل انتباه، والهلال مستعد لتقديم العروض أيضا. في حال وداع رينالدي ألكساندرو هم بين اللاعبين الذين ربما ينتقلون إلى هناك من الدوري الإيطالي. بورتو أيضا نادي آخر مهتم جدا به، وهنالك محادثات جارية مع ألكساندرو، ولكن ألكساندرو إلى الآن لم يقرر أي شيء حول مستقبله. إلى جانب لويس ألبرتو، وليس أو لا يعيش لحظات جيدة مع لاتسيو، وأيضا أندية سعودية ترغب بخدماته، وهذا الصيف قد يكون اللحظة المناسبة للتعرف بشكل أفضل على مشروعه المستقبلي من الأندية السعودية، وربما يقرر الانضمام إلى أحد الأندية السعودية. رودي، شو آخر مباراة شاهدتها في الدوري السعودي تابعتها؟ المباراة المثيرة بين النصر والهلال قبل بضعة أشهر، تابعت المباراة بأكملها. كما تعرف أنا مشتغل تماما بهذه الفترة مع سوق الانتقالات، ولكن في الأسابيع القليلة الماضية تسنى لي الوقت لمتابعة الدوري السعودي، واندهشت جدا بالمباراة الكبيرة بين نادي النصر ونادي الهلال، كما تابعت بكل انتباه The path
نادي الهلال والذي حطم رقما قياسيا وحقق انتصارين على التوالي، فإنجاز كبير لنادي الهلال وسجل حافل، وهو جزء من بات معلما في تاريخ الكرة السعودية، وتحياتي لهذا النادي. شكرا شكرا رودي جاليتي زميلنا الصحفي من إيطاليا، شكرا على هذه التوضيحات. هذه وقفتنا الأولى، بعد ذلك الجولة تبدأ وفيها هل يوقف الاتحاد سقوطه الحر بعد 3 خسائر ويبتعد عن رقم الفتح التاريخي؟ حسابات تفادي الهبوط أيضا تحاصر 3 أندية في مواجهات اليوم. حياكم الله من جديد، تنطلق اليوم الخميس منافسة الجولة 32 في دوري روشن السعودي للمحترفين. 3 مباريات تلعب، الطائي مع الفتح في الساعة 6 مساء توقيت العاصمة، ويلعب الخليج أمام الاتحاد في الدمام، والوحدة مع الرائد في مكة المكرمة، المباراتان في 9 مساء. البرتغالي ريبوتشو لاعب الخليج، رونالدينيو قدوته، ويغني الراب والهيب هوب، وهذا وجه له بعيدا عن كرة القدم. كلاهما أبصر النور في مدينة تطل على المحيط الأطلسي، رونالدينيو في البرازيل عام 80 وبيدرو ريبوتشو في البرتغال عام 95. ابن مدينة إيفورا جنوبي لشبونة سافر عام 2004 مع فريق بنفيكا للشباب للعب دورة كروية ودية في برشلونة، تمنى ملاقاة قدوته الرياضية رونالدينيو أنذاك. الحلم لم يتحقق، واكتفى والده بشراء قميص اللاعب البرازيلي لابنه من متجر النادي الكتالوني. حب وتعلق ريبوتشو برونالدينيو جعل والده يقوم بطلاء غرفته بألوان نادي برشلونة ويلصق صورة كبيرة للنجم البرازيلي. ريبوتشو عانى خلال احترافه مع نادي غانغون واصفا جو المدينة الفرنسية بالسلبية، لدرجة أنه كان يقضي أغلب أوقات فراغه في العاصمة باريس التي تبعد عن مدينته قرابة ساعة بالسيارة. اللاعب البرتغالي لا يتأخر عن تلبية نداء الأعمال الخيرية أينما حل، ويعشق الحيوانات وخاصة الكلاب والقطط، ويعمل دائما على إطعامها في الشوارع مثلما كان يفعل في تركيا عندما كان لاعبا لنادي بيشيكتاش. في إسطنبول تعرض لموقف غريب في إحدى المطاعم التي فاجأته بإقامة احتفال بعيد ميلاده، لكنه تلقى فاتورة الاحتفالية ودفع من ماله التكاليف كاملة. ريبوتشو من هواة غناء الراب والهيب هوب يستمتع ويسجل أغاني خاصة، يحب التصميم الجرافيكي لدرجة أنه أسس مؤسسة خاصة لكنه أوقف مشروعه بصفة مؤقتة لأسباب شخصية. مرتبط منذ أكثر من 7 سنوات بفتاة من العاصمة لشبونة تدعى جوانا، شهر مارس الماضي أكملت عامها 28، وهما اللذان أعلنا في ديسمبر 2021 في مدينة نيويورك الأمريكية خطوبتهما، ثم تزوجا في نوفمبر 2022. ريبوتشو وجوانا يحبان السفر كثيرا ويتقاسمان معا عبر حسابهما في إنستغرام الذكريات الجميلة.
وبعيدا عن ريبوتش والجميلة جوانا، نذهب إلى تركي العواد وعبد عطيف التحقان بنا من الرياض. ومواجهة اليوم بين الخليج وأيضا الاتحاد، الاتحاد لديه أو في رقم للفتح، حقق الدوري ثم خسر في الموسم التالي 12 خسارة، الاتحاد باقي له خسارة ويعادل هذا الرقم ويمكن تزيد، فوضعه لا يسر الاتحاديين. تركي، ليش انهار الاتحاد إلى هذه الدرجة فأصبح يعني يسقط بهذه الطريقة؟ لماذا؟ أكثر من نحكي فنياً، فنياً. أي معلش، إحنا ما في شك. يعني السبب الأول نونو سانتو وإلغاء عقده، أعتقد أن هذا كان خطأ كبير. وأي فريق، يعني لو شفنا الفرق السنة هذه والسنة الماضية اللي نافست هي الفرق اللي استمرت في مدربيها. السنة الماضية النصر خسر الدوري بسبب إلغاء عقد تغييرات، فأعتقدنا أنه السنة هذه يعني الأمور مختلفة شوي، وفكر تخصيص والأمور يعني أقرب للاستثمار. ولكن فعلا فاجأنا الاتحاد بعد بداية الموسم تقريبا بشهر وشوي في بداية نوفمبر بإلغاء عقد المدرب اللي مستمر معاه الموسم الماضي واللي محقق معاه الدوري. فلذلك خلاص الأمور انطلقت بعد ما ألغي عقد المدرب، أصبحت الأمور ما في شيء ينبنى عليه. جاياردو ما تقدر تلومه أبدا لا في خياراته ولا في أدائه مع الفريق. صحيح أنه يعني تقدر تقول والله المفروض أنه يكون له بصمة، لكن هو جاء في أوضاع غير طبيعية، وخسارة أيضا اللي يعني أنت تركي خلت تركي تصدق أنت تصدق الرواية اللي تقول أن بنزيما هو من ألغى عقد دونو؟ تصدق هذه الرواية؟ ما أدري يعني، هذا بالنسبة لي ترجحها لأنه أوضع أنا شخصياً أصدقها. أنا بقول لك ليش ما أرجحها، مع أني أنا ما أدري، ما عندي معلومات عن هذا الموضوع، لأن وضع بنزيما قبل مع نونو ونفس وضعه مع جاياردو، يعني ما تغير شيء. لو كان عنده النفوذ والقوة والسطوة لإلغاء عقد مدرب، كان المدرب الثاني عارف أنه هذا الرئيس وهذا هو اللي يدير الأمور، بيكون أكثر تسامح معه. أنا ما أجد أنه عاملته الجماهير ولا الإدارة ولا المدربين معاملة عادية، يعني كلاعب عادي، فما بالك كنجم. فما صح. أعتقد أن عنده هالموضوع. قد يكون أنه مسأله وأبدأ رأيه، ولكن بالنسبة لإدارة الاتحاد واضح عقد المدرب هو فكر يعني التسعينات وليس فكر التخصيص اللي نعيش فيه اليوم. ترى الحين لو أسأل عبده وأقول له بنزيما هو يلغى سانتو، يقول يحق له يلغي ويلغي عشرة زيه، بس ما حنعطيه ما حنعطيه الفرصة نسأل على بنزيما. لا تكفى سألني. طيب أنت تصدق الرواية عبده إنه بنزيما هو اللي يلغى عقد نونو سانتو؟ لا أصدقها لسبب واحد، لأن بنزيما كان محترم بزيادة مع جياردو، لأنه وافق أنه يلعب جناح، فبالتالي صحيح والله بالتالي يعني هذا دليل يقطع أي يقطع الشك باليقين على قولتهم، أو اليقين بالشك يعني. لا هو اللي أقاله يعني. واحد عبده هو اللي أقاله زي بنزيما يرضى الحقيقة أنه هو اللي أقاله. لا طيب لو أقاله كان عنده السطوة أن يجي يقول جياردو أنا ما راح ألعب في هالمركز. بعد هو ما لعب مع جياردو، يعني بنزيما كله على بعض اللي لعب الاتحاد في الموسم، يعني ما تجي 13 مباراة يعني ترى. لو ما في هالمباراة ولعبت طرف يسار، عرفت؟ لو ما في هالمباراة معناته إنه ما يملك السطوة. لا هو يملك. في مباراة مهمة، لو مثلاً بتقول لو جيت أنت كمدرب وأنا عبد عطيف وقلت لي يلعب محور ستة، بقول لك لا. طيب. بلعب. خلنا نعطيك شوية أحداث. بنزيما عشان تصدق بس، بنزيما يدخل الدوري مع الاتحاد مو بالكابتن، بعد 5 مباريات يصير الكابتن. ما شاء الله صار أقدم واحد بعد 5 مباريات، ما أدري يعني. أرد عليك على هذه. لحظة بس. خلنا أقول لك شيء بس، بعدين بنزيما يلعب مباراة، بعدين يصير عنده مفصل، المفصل يطيب المباراة اللي بعدها مباشرة، بعدين يغيب 3 مباريات، بعدين بنزيما يضيع بلنتي، ما يلعب المباراة اللي بعدها، نفسيته مش حلوة، بعدين فجأة ما يحضر التمارين ويسافر لباريس. يعني واضح أن بنزيما يتصرف على كيفه في الاتحاد، واضح. لا شوف بتال، أولا ما عمل مع العكس، يعني إذا بنزيما هو كابتن في ريال مدريد يأتي ولا هذا أنت الآن صححت خطأ. أصلا أول خطأ بقاء حمد الله مع بنزيما، هذا أول خطأ، وهذه من الأشياء الفنية اللي أثرت. أنا أقول لك
فعليا على الاتحاد شكلا شكلا فنيا يعني واسلوبا كلها يعني لا الطريقه ولا الاسلوب. طيب والاثنين واضح انهم ما هم متوائمين بشكل كبير. مع ان حمد الله يدعم هذا الشيء. الشيء الثاني دعمه كثير. اين حمد الله شلون دعمه؟ دعمه كثير حتى قدام الجمهور يقول صفقوا لبنزيما وكذا. هذا اصلا تكلمت فيها ترى معكم قلت هذا بحد ذاته استخفاف بالجمهور الحركه هذه انا قلتها لك وقلتها في برنامجكم. اي والله فعلا يا ليش استخفاف يا يعني قاعد يدعم زميله لك هدف اذا انت بتشجع انا بعطيك في نفس المباراه يا بتال انا مصلح لك هدف انا بنزيما مسوي دريبل وداخل وصنعها لك وانت سجلت اذا انت فعلا تقول داعم بنزيما كان رحت البنزيما في الهدف هذا وحضنته واشرت عليه. طيب اما تستغل الظرف انه ضيع بلنتي وتاشر عليه لا تقول شوف هو ترى مستواه ضعيف بس انا قاعد ادعم. تركي ايش رايك بعبد معصب علينا يعني حسيت انا بنزيما من عيال عطيف. لا عبد معاه حق 100%. يلا اشرح لنا. يجب ان احنا ما يعني انا بقول لك الموضوع انا وافقه بشكل كامل لانك انت جايب نجم فئه اي ثم انت تبدا تشكك فيه وتخلي حمد الله الاساسي عليه وتخلي حجازي الكابتن عليه ورومارينيو ويعني كانت مرحله اول ما جاء كانت غير جيده وما كان الفريق مخطط وكيف سيتعامل مع بنزيما يعني ما اعتقد ان بنزيما اخذ وضعه يعني انا عندي مثل واضح كريستيانو رونالدو اخذ وضعه في النصر لذلك كريستيانو قاعد يسجل وقاعد يقوم بادوار كثيره ويبدع مع الفريق ولو كانوا اللاعبين اللي معه ارتفع مستواهم ولو كان الهلال طبعا مستواه اقل من اللي قدمه السنه هذه كان النصر ممكن انه حقق اكثر من بطوله ولكن اللي صار على بنزيما في الاتحاد هو معاملة مش معاملة لاعب أفضل لاعب في 2022 يعني الناس فقدت شوية تفكير وبدأت تفكر فيه هل هو يسجل هل هو ما يسجل هل هو يضيع بلنتي أو ما يضيع بلنتي وهذه مشكلة كبيرة لما تبدأ أنت تحكم بهذا الشكل وأعتقد أنه جماهير الاتحاد ما دعمت بنزيما بالشكل اللي جمهور النصر دعم كريستيانو ضيع كريستيانو كثير وما حقق يعني بطولات محلية وخرج من آسيا ومع هذا ما زال الحب والاحترام والتقدير لأنه نجم كبير فأنا أتمنى أني أشوف هذا النموذج موجود. طيب تركي في الهلال في الهلال في الهلال أنت استشهدت بالهلال الهلال لحظة بس خلني ما جاك السؤال حقي لسه في الهلال جاني مار ما عطوه الكابتنية يعني طالب أنت الكابتنية نيمار برضو A بلس مش أي زين ما عطوه ما في شك ما في شك طيب ايش شلون طالبها في بنزيما ولا طالبها في الهلال لا 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 انا وكابتن عبدو ترى تكلمنا عن ذا الموضوع الحين نسالك انا الحين نسالك مباشره انت تقوم تقيس على بنزيما في الاتحاد اذا جينا نقول نيمار في الهلال تقول لا الهلال غير طيب ليش الاتحاد غير برضه لا 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 اجل طيب الحين سالتني خليني اجاوب تفضل طيب انا اعتقد انه نيمار لما جاء ما عمل بشكل جيد كان سالم الدوسري ياخذ البلنتيات وهو اللي يشوتها الكرات الثابته يعني ما في البدايه كان في ارتباك كبير يعني انا سؤالي يعني تركي مو بعادي تركي يعني 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 ما تطالب به انت لبنزيما ايضا تطالب به لنيمار اكيد نفس الشيء انت عندك ثلاثة من افضل اربعه لاعبين على مستوى العالم اعلاميا وتسويقيا وشعبيا كريستيانو وميسي بعدهم نيمار وبنزيما هذولي الأربعة ثلاثة لحسن حظنا ثلاثة منهم موجودين عندنا وإن شاء الله يجي ميسي يصير عندنا الأربعة الأعلى على مستوى العالم يجب أن احنا ما نفقد التركيز من يفوز بالدوري من يحقق هذه البطولة أو تلك البطولة هذا موضوع آخر ولكن أنا لما يسجل نيمار هدف أو كريستيانو الآن بيحصل على الهداف أنا أتمنى يحصل على الهداف ويكسر كل الأرقام لأنه إذا كسرها الأرقام هذه تخلد وتبقى أنه كريستيانو كسرها أتمنى أيضا نيمار نفس الشيء بنزيما نفس الشيء يعني هذول اللاعبين أنت جايبهم لأنهم فئة A فالمفروض أنك تعطيهم وتعاملهم معاملة فئة A عبدو موافق على هالكلام جملة وتفصيلا طيب والله أنا أختلف معكم بس عاد أنتم المحللين أنا أقول النظام يجب أن يكون السيستم الأندية وكله لازم يكون على الجميع رونالدو يمكن رونالدو خلنا أقول لك شيء بس أقول لك حاجة عبده يعني رونالدو في النصر يمكن وضعه مختلف رونالدو ما حد يشبهه هذا أولا اثنين
اساسا رونالدو جاء للنصر ما في نجوم صف اول في النصر، يعني يتكلم من المحليين يمكن واحد سلطان غنام وما كان كابتن، بس لو جاء رونالدو في فتره ماجد محيسن حسين عبد الغني يمكن فيها قولان يمكن اقول، لكن نتكلم الاتحاد في واحد محقق الدوري واحمد حجازي الكابتن، تجي تسحبها منه وتعطيها بنزيمة ليه؟ كابتنية ما تسوي شيء اصلا، يعني ما تفرق كثير. بالتال بنزيما محقق ابطال اوروبا اي مع ريال مدريد، اي مع ريال مدريد حنتكلم على فريق الاتحاد الحين، يعني ابطال اوروبا وكابتن، يعني انا لا لما تقول لي حقق الدوري انا على مقياس تحقيق الدوري، فبالتالي بنزيما ايضا يعني فبالتالي انا يا بتال موضوع اللي هو الاحترام الاحتراف عرفت للاعبين، وصدقني زي ما قلت لك لو بنزيما كان عنده مشاكل كان ما يقبل يقول لا يا انا راس حربة او ما العب، ومع ذلك ضحى ولعب في مكان غير مركزه، فبالتالي انا اتفق انه في شيء اسمه يعني اللاعب الكبير اللي له اسم كبير لما يحس انه هذا المكان ما هو مكانه يبقى يتصرف تصرفات ما عاد يبغى المكان، ما عاد يبغى المكان لانه حس، بعكس كريستيانو لما حس هذا المكان مكانه اصبح انه يعني جزء من هذا المكان، فبالتالي شوف تألق كريستيانو. بنزيما لما جاء وعلى التألق الكبير واللي قدمه في عزة، ومع انه ترى جاء هو يلعب في منتخب فرنسا وجاء لاعب كاس عالم انديه بطل كاس عالم انديه، مع ذلك جاء حس المكان ما هو مكانه، حس انه في 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 طيب. في عالم اخر وفي النادي في توهان من ناحيه اللعيبه مين الكويس ومين الغير كويس، فبالتالي انا بالنسبه لي بنزيما ظلم ولم يعامل بشكل طبيعي، وانا ارى انه تصرفه كان يعني نقول طبيعيه لان النجم كبير مثل هذا لما يعامل بهذا الشكل طبيعي رده الفعل اللي عملها من تسيب او اهمال. يلا بنسولف معكم الاسبوع الجاي تكونوا عندنا في الاستوديو عن هالموضوع، ما يبينا يعني سوالف واجد فيه صراحه، انا ما اقتنعت بس عاد يعني انتم الجمهور بكيفكم. شكرا ترك العواد، شكرا عبد العطير، وفي اسفل الترتيب تلعب اليوم ثلاث انديه تحاول ان تجد لها مخرجا عن الوقوع في الدرجه الادنى. اليكم الحسابات. قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري قد تكون النقطة 38 هي ضوء النجاة في نهاية نفق الهروب من الهبوط، وهو أعلى بنقطة من أقصى ما قد يصله فريق الطائي والأخدود بالفوز في آخر ثلاث جولات لهما. الطائي لا يملك مصيره بين أقدام لاعبيه، عليه الفوز في مبارياته وانتظار تعثر الفرق التي تتقدم عليه في الترتيب قبل ملاقاة الهلال والأخدود في آخر جولتين، سيخوض لقاء هاما أمام الفتح الذي يقبع في المنطقة الدافئة ابتعد عن حسابات تفادي الهبوط مبكرا ولا ينافس على مركز آسيوي. الوحدة والرائد كلاهما لم يضمن البقاء حتى الآن، الفريق المكاوي قد يحسم الأمر في الجولة الحالية إن فاز أمام خصمه المرتقب ليرتفع رصيده إلى 39 نقطة، هذا السيناريو سيجبر الرائد على خوض مبارتين حاسمتين أمام الأهلي القوي على ملعبه قبل المباراة الأخيرة في خميس مشيط أمام ضمك، لكن إن فاز رائد التحدي سيرتفع رصيده إلى 35 نقطة متساويا مع الوحدة، ويحتاجان إلى 3 نقاط من مبارتين إن فاز الأخدود والطائي في الجولة المقبلة، وقد يضمن البقاء إن خسر الأخدود والطائي أمام الفتح والاتفاق على الترتيب. مباراة الذهاب بينهما عرفت تفوق الرائد في القصيم بهدفين دون مقابل. عصام عامر، العربية. إذن دائما في كل موسم وفي كل نسخة من الدوري دائما الأيام الأخيرة تشهد صراعا قويا من أجل الهروب من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، الجميع يريد أن يبقى فيها الأضواء والتمسك بها. أذهب إلى صالح المطلق المدرب السعودي الذي يلتحق بنا من الرياض. كابتن صالح حياك الله، دائما أسألك كل سنة نحب أسمع جوابك، مين الفريق اللي تحب أنه ما يهبط؟
انا احب اللي ملعبهم زين ما يهبطوا. والله كلهم لا، انا اللي ملعبه زين احبه ما يهبط، اللي ملعبه مو زين احبه يهبط ايا كان بصراحه. ابغى اشوف دوري لاعب زينه. من اللي ملعبه مو زين ما يخالف، من اللي ملعبه مو زين يعني الحزم مثلا ملعبه مو زين مثلا على سبيل المثال وهبط هو. الباطن مثلا ملعبه مو بحلو وهبط يعني في الموسم الماضي. يعني هذه دعوة لتحسين ملاعبهم وليست لإبعادهم عن الدوري. الله بالتال ترى يزعلون عليك الجماهير كذا. ده ما يعني بالعكس الجماهير يحترمون اللي يقول رأيه بصراحة. الحين صراحة تخلي كل شيء وتروح للملعب. أي والله الملعب مهم. أنا في الدوري الملعب أهم شيء عندنا في الدوري. مع اني انا بروح عشان اكسب تعاطف الجمهور. ايوه بدينا في اللعبه دي النادي. تفضل. يلا تفضل اكسبهم. النادي الجماهيري يبقى. اها. وان كان عادي انا افضل طبعا العمل الفريق اللي يعمل. أيه. اللي مثلا ياخذ جميع الاسباب، لان هي كره قدم بالتالي فيها اسباب. بداية الموسم خيارات، التعب على المدرب، اختيار مدرب، الجهاز الإداري والطبي، والتعامل مع هالمشروع الكبير اللي حنا فيه الآن بكل جدية. أنا هذا الفريق اللي يعمل بالشكل هذا أتمنى يبقى. طيب فنيا من اللي يستحق البقاء؟ شوف من ينطبق عليه المعيار هذا. طيب فنيا من اللي يستحق البقاء اللي قدم عروض جيدة فنيا؟ شوف الوحدة الحقيقة يعني أستطيع أقول لك أن الوحدة يعني الوحدة في منطقة يعني خلينا نقول يشعر ببعض الدفء، يعني هو عنده حسابات بس شوية دافي مكانه. لا لسه في أي طبعا لسه حسابات في لقاءات له، بس أنه أدم حقيقة أدى يعني موسم نسبة للمشاكل اللي حتى أعلنها مدربة دونس أكثر من مرة. صحيح. تضايق منها يعني خلنا نقول جيد في موقع جيد وإن شاء الله يبقى. يعني أنا من الناس اللي أتحمس الوحدة كثير حقيقة، يعني دائما ينتجوا اللاعبين. هذا واحد. أتصور الحزم خلصنا منه خلاص. الأخدود الآن يتلاحق نفسه، بس الأخدود ما كان مقنع الحقيقة. والطائي مقنع تماما أثناء الموسم. الطائي ايضا يمكن يكاد يكون هو الفريق اللي ممكن انك ما تستطيع تقف معه الحقيقه، لا بقراراته ولا بتغييره. الموسم اللي فات كان موسم جيد له، كان عنده لاعبين من ضمنهم سعيود وكذا، وبالتالي تغير، لكن تغير ما هو مقنع بالنسبه فنيا تماما، واخطاء كثيره. ان بقى فهو يعني خلنا نقول هذا من حظه، لكن إن هبط فهو يستحق الهبوط نتيجة عمله الغير جيد فنياً. قرارات أكيد إدارية. أيه. فقراراته ما كانت جيدة الحقيقة. جميل. صالح، من الفرق اللي وصلت للدفء وتشوف أنه يعني ما كانت جيدة فنياً بس حققت نتائج؟ التصور اللي لحد الآن طبعا ما أشوف الفتح جيد صراحة مثل الموسم أيضا، ما فتح ما أقنعني الموسم هذا العام ومنطقة الدفاع. أيه. الرائد أيضا نقول أنه في منطقة ما جيد الحقيقة، وكذا نفس الحكاية ما أقنعني. أيه. يعني إذا بغينا اللي أن الفرق اللي تقنعك أو أقنعتك هي التعاون من الفرق هذه، يترك عدل قضية والله تعاون فوق يعني مثلا الهلال ونص ادري اقول لك. أيه. هذا اللي تقنع. أيه. لكن بضيف لك فريق الحقيقه ابها ضماك. نتكلم عن الفرق اللي انا اي ابها نفس الحكايه، ابها في الاخير تلاحق وضمك كويس ممتاز اثناء موسم. أيه. ابها ما كان جيد الحقيقه اثناء موسم، لكن بقول لك فريق اخر انا بالنسبه لي هو منطقه جيده. أيه. لكنه غير مقنع، يمكن يجي هو يا الرائد في نفس التقييم هو اتفاق. أيه. اتفاق الحقيقه على قدر ما صرف عليه من مبالغ، وعنده جيرالد المدرب اللي اسمه فقط اسمه مدرب كبير. انا ما اقتنعت في اداء، لا اقتنعت حقيقه في جميل الاداره ولا قراراتها، ولا اقتنعت بجيرالد، ولا اقتنعت في اللاعبين الموجودين، ولا في مستواهم الفني تماما اللي هو نادي الاتفاق. جميل، يبغانا جلسه كذا مع الاتفاق في نهايه الموسم. شكرا كابتن صالح المطلق.
ثم الوقفة الأخيرة بعد ذاك استقبل محمد زيدان من القاهرة وأسأله عن الممر الشرفي، هل هو ترف أم تقليد؟ حياكم الله. في هذا الأسبوع كانت المطالبات عالية، أعطونا ممر شرفي في مباراة بكرة يوم الجمعة من النصراويين الهلاليين للنصراويين، ويشوبها ما يشوبها، لكن الممر الشرفي كيف بدأ؟ وهل هو واجب أو تقليد رياضي ينضم تحت لواء الروح الرياضية والتقاليد الرياضية العريقة أم ترف فقط؟ في الجولة 34 من الدوري الإيطالي هذا الموسم، وقف لاعب تورينو في ممر شرفي للاعب إنتر الذي ضمن التتويج حينها بلقب الدوري. أما ليفركوزن الذي ضمن التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم فلم يقف له أحد كعادة الألمان الباردة، بينما مر لاعبو ريال مدريد أمام ألافيس الثلاثاء من ممر شرفي وهم يقدمون كأس الدوري الإسباني لجماهير سانتياغو برنابيو. في إسبانيا الوضع جدي، منتصف 1988 وقف لاعبو برشلونة في ممر شرفي ترحيبا بالغريم ريال مدريد الذي كان حسم لقب الدوري. انتظر أبناء كتالونيا 4 سنوات حتى يقف لهم لاعبو ريال مدريد في ممر شرفي تكريما لهم بفوزهم بلقب المسابقة عام 91. في مايو 2008 توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، وكان ذلك يعني إقامة ممر شرفي سيقيمه الخصم الكتالوني، وهي المرة الأخيرة التي يقف فيها أحد الطرفين تكريما للآخر. هذا العرف تسرب للرياضة من الكريكت. المهراجة رانجيت سينجي كان أول من وقف له اللاعبون تكريما، وذلك بعد أن وقف له لاعب المنتخب الإنجليزي، وبات بعدها عرفا في اللعبة قبل أن يصل إلى كرة القدم الإنجليزية عام 55 حين وقف لاعبو مانشستر يونايتد تكريما لنظرائهم في تشيلسي بعد فوزهم بلقب الدوري الأول في مسيرتهم. وتواصلت العادة إلى ما قبل مواسم قليلة حين وقف الإسباني بيب غوارديولا ولاعبو فريق مانشستر سيتي في ممر شرفي لفريق ليفربول ومدربه الألماني كلوب الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي وسط منافسة مع السيتي، الذي قال مدربه غوارديولا سنفعل ذلك لأنهم يستحقون. في السعودية لا يحضر الممر الشرفي بصورة كبيرة، بل تكاد تكون حالات استثنائية، وغالبا لأن حسم الدوري يكون في الجولة الأخيرة. الشباب قرر إقامة ممر شرفي للهلال في مواجهة الفريقين عام 2020، وقبلها أقام التعاون ممرا شرفيا للاعبي النصر في نهاية موسم 2014، فضلا عن الرائد الذي أقام ممرا شرفيا للأهلي بعد تحقيقه لقب دوري 2016. محمد القناص، العربية. ونذهب إلى القاهرة كابتن محمد زيدان. زيزو، أهلا زيزو، حياك الله، وحشني يا زيزو. بتل حبيبي، إزيك؟ الحمد لله تمام. أنت وحشني أكتر يا بتل. شوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي في الفاينل كأس الملك إن شاء الله، بس أهم حاجة أكون مستعد. بس استعدين زيزو، عمرك وقفت في ممر شرف ولا حد وقف لك ولا قول لي؟ بص بصراحة، أنا ممكن أقف لك أنت في ممر شرفي. كل شرف، كل شرف بقلبي والله. كمان ممر شرفي. لا، عمرك وقفت في ممر شرف بصراحة في مسيرتك؟ وقفت في ممر شرفي منتخب مصر. منتخب مصر لما لعبنا الكاميرون في نهائي 2008، لما فزنا بالبطولة. بس ده مش ممر شرف، انتم اللي فايزين. وكان ده جبر خواطر، ده مش ممر شرف. انت بتقف يعني، هو
ده جبر خاطر. ممر الشرف ده بيبقى الروح الرياضيه اللي انت بتجبر. ايوه بس برضه ممر شرفي بتعمل لهم الممر ان انت بترفع الروحهم المعنويه وبتحييهم على المباراه النهائيه وان هم وصلوا النهائيه وان هم خسروا المباراه يعني اللي هو هارد لك يعني. بس هو اللي هو جبر خاطر زي ما انت بتقول بس بيبقى برضه حاجه شرفيه يعني. طيب. لكن انا ما وقفتش لا قبل كده ممر شرفي لاي فريق فاز ببطوله خالص لا. في الدوري الالماني السلوك هذا ما كان عندكم موجود في الدوري الالماني. الالمانيين باردين في المشاعر شويه. لا احنا كسبنا انا كسبت الدوري الالماني مرتين مع بروسيا دورتموند ما حدش وقف لنا مره شرفي لا. اها طب انت ايش رايك في الفكره؟ هي مجامله زياده عن اللزوم ولا مجامله واجبه توجبها الروح الرياضيه؟ لا هي هو الممر الشرفي ده بيبقى نبذة رياضية وروح رياضية. لكن هي في الآخر أنا حاسس أن الموضوع أخذ حيز كبير وأن هو المفروض هو الممر الشرفي ده عمره ما بيبقى فرض يعني. صعب أن أنت تفرض على نادي أو تفرض على لعيبة أن هم يقفوا الممر الشرفي من غير ما يبقى الموضوع ده جاي من عندهم هم كروح رياضية وهم اللي حابين يعملوه. لما الإعلام أو الميديا أو الجماهير أو الناس بتطالب حاجة زي كده بتحس أن الموضوع مفروض وبيطلع غير أنه ما بيبقاش حقيقي ما بيبقاش طالع من القلب. أيه. ما بيبقاش طالع بان انا ده الرغبه اللي انا عايز اعملها. فانا يعني في الاخر حاسس ان المواضيع مش مستاهله الممر الشرفي. احنا اللي كبرنا المواضيع الممر الشرفيه. وبعدين يا بتال الممر الشرفي ده بيبقى في الدوريات اللي بيتحسم فيها الدوري في الجوله الاخيره او الجوله اللي قبل الاخيره. الهلال حاسم الدوري من اكتر من جوله. الوقت بقى رسمي خلاص بطل الدوري. صحيح. بس هو بقى له تقريبا 4 جولات اوريدي خلاص بنسبه كبيره الناس كلها عارفه او الدوري السعودي اوريدي كله عارف ان الهلال هو اللي هيفوز بالبطوله وكان مستني بس انها تبقى رسمي. أيه. دلوقتي بقى رسمي فريق بقى خلي بالك برضو انت بتطالب ال- 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 الند اللي هو العدو اللدود القطب الاخر في العاصمه الهلال ان هو يقفله اي ايوه اللي هو الديربي الكبير ال- 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 الخصم اللدود للنادي الهلال ان هو يقفله. فالحته دي برضو فيها حساسيه شويه وفيها لازم أيه. تبقى جايه منهم هم وتبقى رغبتهم هم وحبنا هو. وبالذات في دوري في تنشنه كبيره جدا وفي منافسه وبعدين احنا كمان اسبوع في مباراه نهائي كاس الملك. فانت أيه. في الاخر يعني هم في الاخر عايزين ياخدوا عايزين يردوا فريق النصر اكيد هيبقى عايز وجماهير النصر عايزين يردوا باعتبارهم ان هم يفوزوا في النهائي. فانا شايف ان فريق الهلال خلاص حسم الدوري وكسب البطوله المفروض ما ينتظرش ممر شرفي ولا هو ولا جمهوره ولا لعيبته ينتظر ممر شرفي. لو لعيبه النصر عملوا كده هتبقى نبذه رياضيه وروح رياضيه جميله ويشكروا عليها طبعا وتبقى حاجه جميله. لو ما عملوش كده مش هتقلل من فريق الهلال حاجه ولا هتخلي فريق الهلال مثلا لو النصر ما عملوش كده ان فريق الهلال مثلا مش هتحلي صحيح. البطوله في عينيهم. لا خلاص هو الهلال فاز بالبطوله دلوقتي عندهم مباراه اهم بكتير جدا اللي هي مباراه نهائي الكاس. نعم. لان ممكن ساعتها يتوج الهلال بالدبل ودي صحيح. الاهم او فريق النصر يرد صحيح. اعتباره في الموسم ده ويكسب بطوله كاس الملك اللي هي بطوله صحيح. مهمه جدا 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 في السعوديه. طب محمد لو كنت انت في النصر توقف ممر شرفي بصراحه قل لي بصراحه توقف ممر شرفي للهلال وهو الند الخصم. هقول لك انا حاجه يا بتال انا وجهه نظري يا بتال في الحاجه اللي زي كده عمرها ما بتبقى انت لو تسالني لو انا لعيب من اللعيبه هي عمرها ما بتبقى لعيب واحد. هي بتبقى دور القائد اللي هو من وجهه نظري دور كريستيانو رونالدو. أوكي. بيقعد مع اللعيبه ويتكلموا مع بعض ويتناقشوا فيها. دي انا من وجهه نظري ما ينفعش الجماهير هي اللي تفرض حاجه زي كده لان هي هتبقى خارجه مش من القلب. اللي بيعمل الممر الشرفي ده اللعيبه اللي بيحيوا بعضهم كلعيبه في الملعب بيلعبوا مع بعض وبيتنافسوا مع بعض. بتلاقي اللعيبه الموسم ده انا مع الزميل ده الموسم الثاني رحت لعبت ضده. فدي لعيبه بينها وبين بعض. لازم بقى دور القائد اللي هو كريستيانو رونالدو يقعد مع اللعيبة الكبار اللي في الفريق ويقعدوا مع الفرقة كلها ويتناقشوا في الموضوع ده بينهم وبين بعض. ساعتها بقى الجماهير هي اللي هتحيي القرار ده وساعتها القرار هيبقى طالع من القلب. لو اللعيبة حاسة لا احنا لسه عندنا لسه مباراة كبيرة مهمة جدا كمان اسبوع وهم قرروا بينهم وبين بعض ان احنا ما نعملش الخطوة دي او الممر الشرفي برضو يحترموا كده. وفي الاخر لعيبة الهلال لازم يبقوا عارفين ان هم اكبر بكتير من ان هم ينتظروا ممر الشرفي. يعني في الاخر هو الدوري اتحسم يعني مش هتفرق في حاجة بصراحة يعني. صحيح مش هتفرق. زيزو انتم يعني كلعيبه لما تجيبوا دوري لما جبت الدوري مع دورتموند انت مثلا تتكلموا عن هذه الاشياء والتفاصيل والتتويج والممر الشرفي ولا لا تعنيكم ولا تتكلموا بس عن مكافآت البطوله كم حتكون؟
لا ولا الهواء. خلي بالك برضو يا بتال، اللعيبه مع الارقام اللي احنا بنسمعها دلوقتي ما اعتقدش ان اللعيبه بيفرق معاها المكافئات والمرتب. يعني خلاص، هو في لعيبه بتبقى ماضيه عقود وعارفه دخلها ايه وارقامها ايه، بس البطوله ما بتبقاش ليها علاقه ان انا هيخش لي كام ومكافئات والكلام ده كله. انا اللعيبه بتتكلم ولا حتى على الممارات الشرفيه، كل ده ولا اللعيبه بتبص عليه. لما بتحصل الحاجات دي من الفرق اللي قدامهم، اللعيبه بتحييهم على الروح الرياضيه وبتبقى نبذه جميله. بس اللعيبه بتتكلم عليه ان انا اطلع على المنصه الشرفيه، ان انا اتوج، ان انا اشيل البطوله. صحيح. اشيل درع البطوله، اشيل الكاس، اشيل اللقب. ودي التروفي. التروفي هو اهم حاجه، ان انا احتفل في الملعب مع الجماهير بالتروفي واجري في المدرجات ونتمتع بان احنا فزنا بالبطوله. واللي اهم من ده التكريم اللي النادي والجماهير بتكرم بيه اللعيبه، اللي أنا من وجهة نظري أهم حاجة للعيبة بتبص لها بعد البطولة الاحتفالية مع الجماهير، اللي هو البسطو، إن أنت بتعمل بتطلع اللعيبة اللي هي عارف أنت اللي هي اللي اسمها بيسموها الأوبن باس تقريبا. صحيح. أو الأوبن باس اللي معروفة، الباص المفتوح للشارع في الشوارع، عارفها الباص المفتوح ده، الاتوبيس، ويتجولوا في وسط الجماهير بتاعتهم وهم قاعدين. دي الاحتفاليه اللي اللعيبه بتنتظرها بعد نهايه الموسم الطويل الشاق، وان انا توجت باللقب، فالجماهير بتحتفل بيا. احتفالي ده بالنسبه لي هو الممر الشرفي، في وسط جماهيري مش في وسط الخصم بتاعي. انا شرفي ان انا جبت البطوله للجماهير بتاعتي، فالجماهير بتاعتي تحتفل بيا، وانا وانت بقى نعمل لبعض ممرين شرفيين بين بعض كده. طب اليوم فزت ولا انهزمت في المباراه قبل الاستوديو؟ لا يا بتال، انت عيب عليك، ده سؤال تساله لي اكيد. لأن طبعا لان انا عارف اللي كانوا يلعبوا ضدك صراحه نجوم كبار جدا، انت عارفهم، عشان كذا ما بقى عندي جدا وقت. بس خلي بالك انا هنزل البوست كمان شويه بقى وهتشوف طيب نتابع المباراه معاك على الانستغرام بعد شويه. شكرا، شكرا جزيلا ان شاء الله كابتن محمد زيدان. شكرا حبيبي، القاكم.